أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم ركوب المرأة مع زوج أختها في سيارته في السفر ومعها زوجته؟ لا يجوز للمرأة أن تركب إلا مع محرم في السفر، إلا ومعها محرم في السفر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وكذلك لا يجوز لها أن تركب مع غير محرم في البلد أو في غير السفر إذا كانت وحدها مع رجل ليس محرما لها، لأن هذا من الخلوة المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.